هو جار نادر يهرع لمساعدة القريب والبعيد الغريب، فإن بعدت المسافات فلا شيء بعيد عن إيصال الفكرة ورفع الصوت عاليا بروح أكثر من رياضية. إنه نادي سيلتيك الاسكتلندي، فكرة تخطت الرياضة والسياسة والأديان والألوان إلى الإنسان. هو ناد تتقاطع أهدافه مع أهداف جمهوره ومشجعيه وكثير من جيرانه. بصراحة أنا كوني جار هذا الملعب، طبعا الشيء الحلو أنه بتحس أنه في حياة بالمنطقة، إلهم أغانيهم الخاصة، إلهم صيحاتهم الخاصة، جدا ملفت للنظر، بتحس حالك أنه في حياة. النادي الذي تأسس عام 1887 على يد رجل دين كاثوليكي في غلاسكو لإغاثة اللاجئين الإيرلنديين بعد مجاعة قتلت مليون إنسان وشردت ملايين آخرين، ما زال مؤمنا بفكرته في الدفاع عن القضايا المحقة مهما كلفه ذلك من عقوبات ومحاولات إقصاء. إذا في طفل فلسطيني في يوم من الأيام فكر إنه يسيب مصروفه ويجمعه بحصالة ويبعته للنادي، هذا لأنه في سبب كتير مهم. تهتف جماهير سيلتيك في كل مباراة لفريقهم، لذا تجد شعار هذا النادي يزين جدران منازل جيرانه اللاجئين الذين هربوا من ظلم طالهم في أرض بعيدة. والسيلتيك للأمانة يعني تاريخه مشرف في دعم كل المظلومين في العالم. من غلاسكو ولدت الفكرة قبل عشرات السنين بلوني السلام والنقاء، وما زالت تزهو الفكرة. العالم الذي يضيق بأوجاع المكلومين يمكن لملعبنا أن يحتويه ويناصره، وهنا يجتمع الجمهور مع فريقه الاستثنائي في ملعب واحد وهدف واحد. تنتهي المباراة ويبقى الجار في قلب جيرانه. قرأت إنه في نادي اسكتلندي، والأحرى كان إنه نادي بريطاني رفع المشجعين تبعه علم فلسطين وإنه انفرضت عليهم غرامة. نادي السلتيك له مشجعين كتير هون، ومعظم مشجعينه يعني بتميزوا باللطافة وبالحس العالي بمشاكل العالم والمضطهدين. I think it's just a sign of international solidarity. You know, people who have suffered at the hands of, you know, certain regimes or you know occupying forces want to be able to show the support and solidarity that they feel is relevant and necessary to other countries. يعتبر نادي سيلتيك لكرة القدم بمثابة أسطورة بالنسبة لجمهوره، وتكثر الحكاية عن مواقف النادي الإنسانية في مفاصل وأحداث تاريخية منذ تأسيسه وحتى اليوم. تعود القضية إلى أسلافهم الذين عانوا الظلم والتشرد والقهر نفسه الذي يمر به المستضعفون حول العالم. ففي إيرلندا منتصف القرن التاسع عشر خلفت مجاعة كبرى نحو مليون قتيل، وتركت الملايين هائمين على وجوههم ومشردين وفقراء بعد موت الأراضي الزراعية، ولجأوا بسبب الفقر والجوع ونزع ملكية الأراضي إلى مدينة غلاسكو في اسكتلندا. في إيرلندا في القرن الثامن عشر حصل عندهم مجاعة كانت بسبب فيروس ضرب محصول البطاطا،
والبطاطا هي الـ 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 الوجبة الرئيسية للشعب الإيرلندي، فصار مجاعة، مجاعة رهيبة يعني. وبالتالي ملايين ماتوا وملايين هاجروا للولايات المتحدة الأمريكية، وفي مجموعة كبيرة هاجرت لمدينة غلاسغو، والآن هم بشكلوا جزء كبير من غلاسغو. غير أن حاكم غلاسغو آنذاك لم يصبر على هؤلاء المشردين، وكان يرى أنهم أدنى من مواطني غلاسغو من النواحي العرقية والثقافية. طبعاً الهجرة اللي صارت من إيرلندا إلى مدينة غلاسغو وإلى اسكتلندا بشكل عام أثرت على نفسيات المجتمع هون. الاسكتلنديين عندهم شوية شعور بال يعني بالفئة المهضومة أو هيك الشعوب اللي بتاكل حقها، يعني هم عم بيدعموا شغلات اللي بتكون دايماً ضيفة. وهذا الكلام مش مستغرب منهم هذول الناس، لأنه هذه الناس عانت في التاريخ يمكن أكثر منا كمان، وتعرضوا لإضطهاد ولظلم وكذا، فهذول الناس أقدر الناس على أنهم يتفهموا مشاكلنا وقضايانا. There was a report carried out by, I think it was an American institution, that basically showed that Scottish Irish Catholics only gained economic parity with the Scottish community in 2000, which was very, very late. For instance, in Canada, I think the same Irish Catholic community gained parity with the local population by about 1960, so we were quite some way behind. And my family had, you know, my grandmother who came over from Roscommon from Ireland, you know, she spoke of the oppression that, or the difficult in terms of prejudice and difficulties that she faced here. Yeah, in workplaces and jobs and employment prospects and all that. الإيرلنديون بعد هجرتهم في أرجاء العالم وإلى مدينة غلاسغو تحديداً لم يستقبلوا بالورود، تعرضوا للعنصرية والتهميش، خصوصاً مع اختلاف عقيدتهم المسيحية بانتمائهم للكنيسة الكاثوليكية وليس البروتستانتية كما هو حال الأغلبية في اسكتلندا. وبسبب اختلاف المذهب، هم كلهم عندهم نفس الديانة، ولكن معظم الإيرلنديين كانوا من مذهب الكاثوليكي على خلاف أهل غلاسغو الأصليين اللي هم عندهم المذهب البروتستانتي، فما كان كتير مرحب فيهم، فواجهوا مشاكل كتير، إلى أنه في بعد فترة ابتدوا يضبطوا أمورهم ويتوحدوا مع بعض وأسسوا نادي السلتيك، هذا على أساس أنه يجمعهم يعني مع بعض. And Brother Welford, who was a Marist brother, he felt that it was important that the young people, both from Ireland and from west of Scotland, should have something to give them a sense of self-worth and focus and energy and physical well-being. And so he founded this football club, Celtic. Well, Brother Walfred, years ago, there's a church not far from here, St Mary's. So there have been a lot of Irish immigrants back then, obviously people from the east end of the city who would want to join a football club. So Brother Walfred and another gentleman called John McLaughlin started up and formed the Celtic Football Club. But in the 1987, they were also known as the Glasgow Hibbies before they were known as the Glasgow Celtic. Yeah, that was very, the history of, I had to really research the history of Brother Welford, which I found fascinating. I mean, he founded the club in 1888, and
it was very much rooted in the history of it goes back really to the Irish potato famine, very much. That's very much rooted in that history of refugees from Ireland coming to Scotland, to Glasgow, to the west coast of Scotland. I've been a Celtic fan since I've been a kid. The connection, I think, it's always been a kind of Glasgow kind of history with the East End being mainly predominantly Celtic fans, but throughout the years, it's obviously Glasgow's turned into a kind of divided city where obviously half of it's Rangers fans, half of it's Celtic fans. And obviously the rivalry has been there for many, many years, but it's a club for the people. It always has been a club for the people and it always will be a club for the people. في هدوء كبير جدا في بريطانيا، بتحس يعني احيانا كثرة الهدوء بتوصلك احيانا لمرحلة الملل. كان مثلا اصحابي يقولوا لي او الناس في المستشفى ثاني يوم او الويك اند يقولوا لي دير بالك يوم السبت ما تنزلي على الماركت. اقول لهم ليه؟ بقول كل الناس بيكونوا رايحين المباريات. فانا ما اول مره ما فهمت واعتبرت انه طيب كل الناس في المباريات معناه الناس ما راح يكونوا في الاسواق، فانا بروح على الشوبس. وهذا فعلا كان انه امتي، بس لما طلعت بلحظه كان شارع كامل رافع علم فلسطين، وهدول مش بيوت ناس عرب ولا ناس فلسطينيه، هدول ناس اسكتلنديين. Before kick-off, you'll hear the anthem, You'll Never Walk Alone, which I'm sure if you've got any interest in football, you'll be well familiar with. You'll Never Walk Alone on a European night or, you know, in a big game is incredible. It makes the hair stand up on the back of your neck. Yeah, it's just, it's all part of that collective identity. You know, I think one of the things that can get lost in the myriad of problems that modern football has is that, you know, you're part of a collective identity, which I think most people like to feel part of something bigger than themselves, which you feel like when you're in the stadium. And to have, you know, a full crowd of 60,000 odd singing You'll Never Walk Alone, there's no other feeling like it. الأغنية التي ينشدها جماهير سيلتيك كتبت عام 1970 عن قصة عائلة نزعت منها أرضها وتركت تعاني بسبب المجاعة الإيرلندية العظمى، ثم ألقي القبض على رب العائلة لأنه سرق الطعام من الشخص الذي نزع أرضه منه ليطعم عائلته، وتركت زوجته لإعالة نفسها وطفلها. ماشي بالشارع وماشي تقريبا بايرز رود رايح البوتانيك جاردن ومعي زميل لإلي طبيب، فكنت حاملة شنطة مكتوب عليها I love Palestine، وأنا كنت فكر يعني إنه ما رح يصير كل الناس تحمل هنا I love Scotland I love London أو شيء زي هيك، فيعني ما توقعت إنه يصير شيء. فأنا بدي أقطع الشارع، وقفت سيارة صرخ علي وقال لي فايفا إسرائيل ومشي. بس بهاي اللحظة يمكن كل الناس بالشارع أجوا عندي، وحد اشترى لي عصير، حد قعدني على كرسي، وحد قال لي don't be worried وحمليها مرة تانية الشنطة وما تقلقي، هذا يعني بس minority. وفعلا يعني أنا بكل وجودي بسكوتلند كل هذا الوقت عمره ما حسيت إنه أنا في خطر، ولا عمري حسيت إنه يعني غريب. So many wonderful people, to be honest. That's one of the great perks of the job, is that you get to learn of the narratives, the stories, the personal, you know, the family relationships, the people that you've helped and all the rest of it. And there's just
to be honest, there's no better feeling in the world. If you could bottle that feeling and sell it, you'd be a multi-time billionaire. It's just an amazing feeling. And my relationship with Abdul blossomed at my previous workplace, and he's just a fantastic guy, a really, really funny character, and just someone that, you know, it's just a joy to work with him every day, to be honest. شوف انت ردة فعلهم من اي احداث عنف تصير في فلسطين او اي مواجهات او اي عمليات قتل، شو هم ما بعرفوا وين، وما بعرفوا وين اهلي، وما بعرفوا يعني شو هذا ممكن تاثيره علي، بس هم يعني بيكونوا متاكدين انه وين ما كانت رح تاثر علي. فكان يعني مجرد احساس انه الناس عم بيسالوا عنك بهاي الفتره وبيتاكدوا انك منيح، وكانت يعني كانت توصل انه الناس يعرضوا انهم يكونوا معك، ياخذوك على البيت او ياخذوك حتى على مناسبات عشان انهم يشتتوا تفكيرك. يعني أنا بأذكر أول ما بدأ يجي اللاجئين السوريين يعني بعد الأزمة في سوريا، بدأ يجي لاجئين سوريين هون، النادي السلتيك كان له دور كبير جداً في أنه يستقبل هاي الناس ويشجع الناس على استقبالهم ومعاملتهم بطريقة تليق وبطريقة متفهمة لأوضاع الناس هاي، وانه الناس هذول في عندهم ظروف كتير صعبه في بلدهم، فلازم احنا نوقف معهم ونساعدهم بعكس شرائح اخرى من المجتمع يعني. فكان لهم دور كبير بانه يصطفوا الى جانب هاي الناس اللي عانت كتير واضطرت تطلع من بلدها. نادي السلتيك بشكل أساسي هو نادي مناصر لقضايا المظلومين، وبيساعد اللاجئين وبيحب اللاجئين، حتى لدرجة أنه في بعض المرات كانوا اللاجئين في مدينة غلاسكو بيواجهوا مشكلة مع الجمعية السكنية اللي بتعطيهم بيوت، كانت تعطيهم بيوت قديمة، فكتبوا بعض العبارات ضد الجمعية السكنية. حكومة ألغت العقد معهم واستبدلتهم بشركة تانية كرمال انه ما عم يؤدوا الخدمات للاجئين بشكل جيد. طبعا الفضل بعد الله عز وجل رجع لفريق السلتيك ولجمهور السلتيك اللي رفع شعارات ضد هاي الجمعيه حتى اجبروا الحكومه بهاي الطريقه انه يبدلوا الجمعيه السكنيه، وكانت بالنتيجه بيوت افضل لطالبين اللجوء وللاجئين الموجودين في المملكه المتحده. Quite a lot of animosity towards the fact that we are currently run by a board that's very consistent of conservative members, who, you know, for instance, the Palestinian demonstration that was planned last year, they put a stop to that. في أكثر من مناسبة يرفعوا العلم الفلسطيني في المباريات، حتى إنه الفيفا عملت عليهم عقوبات أكثر من مرة يعني، وبيدفعوا غرامات، وبالعكس هم مبسوطين، بيدفعوا الغرامة وهم مبسوطين وبيكرروا نفس الموضوع مرة ثانية. وأنا أذكر إنه في مدرسة في فلسطين، مدرسة ابتدائية، جمعوا من الطلبة مصروفهم الشخصي يعني كذا، جمعوا حوالي 800 باوند استرليني وبعتوهم دعم للنادي. صح 800 باوند استرليني في هاي البلد يعني مبلغ كتير كتير بسيط، ولكن له رمزية كتير وكانوا كتير كتير مبسوطين عليه. There's a slogan that the club, the PLC, the company use a lot, which is it's a club like no other. What I would say, and to my mind, is that it's a fan base like no other. I don't so much believe that it's a club like no other. It's a fan base like no other, and I think all the, you know, the causes, the demonstrations, the impactful messages that Celtic fans try to send out as a sign of solidarity speaks to that very message. بحس انه
أحس أن النادي بالنسبة لهم ثقافة وتاريخ ودين، هم بس بالقليل إنه يعني حاسين معك أو حاسين إنه أنت مارر بنفس الظروف اللي هم بيعتقدوا إنهم مروا فيها. He was a Marxist brother, and he, the Irish in Glasgow at the time were unbelievably poor, and he saw it as a way to raise money to try and feed the children and the poor people of the city. But he also made sure the name was Celtic, so it includes Irish and Scottish people. He didn't want to make it exclusively Irish, so that's why he chose the name Celtic. Manchester United might be one of the wealthiest clubs in the world, but they don't. I don't believe that their fan base would, you know, purport to represent the causes and social causes that are close to the hearts of many Celtic fans. And that, for me, is why Celtic might not be, you know, at the top table of European football any longer. But the club, in terms of an identity, for me, is incredibly important. Who wanted to make a sculpture of the founder of the club, and hundreds of members of fans of Celtic had put together their own money to raise funds to make the sculpture. حتى لو إنه الجو كتير برد وغيم يعني في كمان مطر عم ينزل بشكل خفيف، بس مع ذلك عم بتشوف العالم كله حوالينا كله جاية، شايفة كثير الناس اللي عم تيجي لهون، وكلهم من حبهم لفريق السلتيك، وكلهم الناس عم يدعموا فريق السلتيك، لأنه كثير قد ما في ركود بهذا البلد بتحسه، قد ما في إنه الناس فيها حمية وحب للفريق، لأنه في له قاعدة اجتماعية كبيرة جدا، بالرغم إنه المساعدات المالية اللي بيتلقاها فريق السلتيك قليلة، ولكن الدعم القاعدة الجماهيرية كثير قوية. We're going to the game. My dad used to support him, so yeah, just inherited it. Yeah, of course it's the religious things and the division in Glasgow. لغاية الآن يعني السلتيك أكثر من مجرد نادي لكرة القدم، يعني هو بيعني شغلات أكثر من كرة القدم وبيعني انتماء. Celtic Football Club's a family more than anything. It's a community. The spirit within the stadium come match days, it feels like you're with your family. Even other people coming from other countries coming to visit the stadium, they always welcome. They always feel like they're at home, and they always enjoy being within the Celtic fans and the Celtic support. My message to those who are suffering under oppression is really a straightforward one. It's, you know, we hear your struggle, and despite the difficulties faced in the face of oppression, you know, people around the world are always there to show their solidarity in whatever small ways we can. And, you know, one of the things that I was saying to you about, or I would send this message as well. So I believe that to be know your worth, and certainly that's an important message to take away for those facing oppression. You know, don't let the oppressors win the battle, the ideological and moral one. You know, people all over the world are showing support and solidarity in whatever small way they can. As I mentioned previously, the BDS movement, and I feel as though, yeah, just keep strong and keep fighting, you know, in terms of the message.